مرحبا بالجميع. دائما في تتم تشغيل فرد محروس او كتابي رقم واحد. وصلنا الفيديو الثالث، تشغيل تمرين رقم ثلاثة. الار بي سي دي معين مركزه اي، الار بي سي دي معين يعني جميع الاضلاع متقايسة. العنصر الاول نسمي الاتجاه المحول والانسحاب للمتجهة ا بي، نعتبر هذه هي الازاحة او الانسحاب. السؤال الاول بين ان السي، نبين ان السي صورة دي بي إزاحة أو إنسحاب تي، يعني دي ترانسلاسيون اللي كي يبين أن السي صورة دي. يكفي أن يبين، يعني أن يبين الفيكتور دي سي كتساوي الفيكتور أبي أو الشعاع دي سي يساوي الشعاع أبي أو الاتجاه دي سي يساوي الاتجاه أبي. إذا بما أن هذا معين إذا فهو متوازي الأضلاع، إذا أ بي سي دي معين، إذا أ بي سي دي راه متوازي أضلاع. بما أنه متوازي أضلاع سيحصل على متجهات متساوية متوازي أضلاع، ومنه المتجهة أبي أو الشعاع أبي كتساوي المتجهة أو الشعاع دي سي. وهذا يعني أن السي هي صورة دي بالإزاحة التي متجهتها شعاع أبي أو المتجهة أبي. إذن السي هي صورة دي بالإزاحة التي متجهتها أو شعاعها أبي. السؤال الثاني أنشئ أش صورة إي نقطة إي بالإزاحة تي أو بهاد ترانسلاسيون. إذا سأستعمل بيكار أو المدوار كومبا، إذا سأقوم ب قياس المسافة أبي وأضع بيكار في إي. إذا سأختار النقطة القوس الأول هنا، ذلك أقوم بقياس المسافة أي وأضع بيكار في بي. إذا تقريبا هنا هي النقطة. إذا صورة ثلاثة هذه صورة زاوية أ دي، إذا سأحتاج معرفة صورة أ، صورة إي وصورة دي. إذا صورة أ هذه الإزاحة هي بي، صورة إي هي أش، صورة دي هي سي. إذا لدينا السؤال، السؤال اثنان منذ الشكل. إذا صورة ثلاثة صورة الزاوية أ إي دي بالإزاحة دي فونكسيون تي. إذا أ صورة أ هي بي، وصورة أ بالإزاحة تي هي بي، صورة إي بالإزاحة تي هي النقطة أش، ثم صورة نقطة دي بنفس الإزاحة بالإزاحة أو شعاع بالانسحاب الشعاع أبي هي سي. لأن الزاوية أ إي دي صورتها هي، لأن صورة الزاوية أ إي دي بالإزاحة دي هي الزاوية بي أش سي. ولا بالنسبة للسؤال الرابع، سنتيج طبيعة المثلث بي أش سي. إذا سنتيج سنستعمل السؤال السابق. السؤال السابق حددنا صورة الزاوية أي دي. إذا حسب السؤال السابق أو ما سبق، الزاوية بي أش سي، هذه الزاوية هذه صورة هذه الزاوية، صورة الزاوية AED بالإزاحة ترانسلاسيون تي. يعني أن قياس الزاوية BHC يساوي قياس الزاوية AED. إذن AED زاوية قائمة، لماذا؟ لأن هذا قطريه متعامدان. بما أن ABCD معين مركزه اي، فان هذا القطر متعامد، يعني ان قياس الزاوية اي دي كتساوي 90 درجة، يعني اي دي تساوي 90 درجة قطر متعامدا، يعني ان بي اس. ومنه بي قياس الزاوية بي اش سي يساوي كذلك 90 درجة، الالتحاق او ترانسلاسيون تحافظ على قياس الزوايا، وبالتالي المثلث
ولات ان اي دي قائم زاويه بدل الاخر صورته مثلا يكون قائم زاويه في اش، وبالتالي المثلث ب اش سي قائم او قائم الزاويه في اش، يعني سؤال خمسة لتكون ك بحيث هذا الشرط. يعني السؤال الأول أنشي نقطة ك، سوف تلاحظ أن فيكتور تي ك تساوي دي بي زائد فيكتور دي سي، إذا مجموعة متجهة لها نفس الأصل تعطيني متجهة لها نفس الأصل أو مجموعة شعاعية لها نفس المبدأ متجهة لها نفس المبدأ، وبالتالي سأنشي قطر، إذا دي ك يمثل قطر في متوازي الأضلاع. إذا فيكتور دي بي زائد فيكتور دي سي، إذا سأحتاج بالقار سأقوم بقياس المسافة دي سي ضرب القار في بي، سأقوم هكذا ثم سأقوم بقياس مسافة دي بي ضرب القار في سي هكذا. إذا شاهد تقريبا سأصل هذه النقطة متجهات القطر. السؤال باء يبين أن بي منتصف يبين أن ك بمنتصف أك، يعني يكفي باستعمال الأشعة والمتجهات، يكفي أن يبين أن متجه أ بي يساوي متجه بي ك، أو الشعاع أ بي يساوي الشعاع بي ك، أو العكس ك بي كتساوي تستعمل أ بي. لماذا؟ لأن لدينا إزاحة تخصصي المتجهات وشعاعها هو أ بي. إذا لدينا عن طريق من هذا الشرط، إذا لدينا شعاع ديكا أو متجهة ديكا تساوي الشعاع دي بي أو متجهة دي بي زائد متجهة دي سي الرباعي. إذا الرباعي دي بي كا سي متوازي الأضلاع، إذا دي بي كا سي باراليلوغرام بالنسبة الفرنسية متوازي الأضلاع. بما أنه متوازي الأضلاع إذا سأحصل على متجهات متساوية. أنا أريد أنت بإمكانك أن تحصل على عدة متجهات، أنا أريد أن أحصل على متجهة التي ستساوي متجه أ بي، سأستعمل أن متجه دي سي يساوي متجه بي ك، إذن شعاع دي سي أو متجه دي سي كتساوي متجه أو شعاع بي ك، حلقة واحد. وحسب السؤال الأول لدينا أن سي صورة دي، إذن وحسب ما سبق تحديد السؤال الأول وجدنا أن متجه دي سي كتساوي متجه أ بي. العلاقة الثانية حسب السؤال وجدنا أن سي صورة دي، يعني المتجهتان متساويتين، حسب ما سبق سأجد أن المتجه ثلاثة متساوية، المتجه دي سي كتساوي أ بي كتساوي من واحد واثنان، نجد أن أ بي شو متجه أ بي أو شو أ بي كتساوي متجه بي ك، وهذا يعني أن بي ومنه منتصف القطعة أك، يبين المنتصف باستعمال أشعة أو المتجهات. شكرا لكم على المشاهدة.